هفتكر معاكم موقف من المواقف اللي حصلت معايا في المدرسه وابني لسه في سنه اولى ابتدائي، هو دلوقتي في ثانيه اعدادي. المهم لقيت تليفون جاي لي من المدرسه الظهر، وانا يعني الحقيقه كنت اول ما اشوف رقم المدرسه بيرن والعيال هناك اتلبش، الله في حاجه حصلت لحد من العيال؟ فما بقولش الو بقى، يعني في حاجه دي اللي هو دي الالو بتاعتي. المهم لو ما فيش يقول لي لا لا ما تقلقيش ما تقلقيش، احنا بس بنفكرك بكذا، ابنك نسي كذا. فالمهم المره من المرات يعني في حاجه، فلقيت المدرسه موطيه صوتها وبتقول لي ايه، ايوه فيه بس مش هينفع اقوله في التليفون، احنا عاوزين حضرتك تجي لنا بكره. انا طبعا قلبي وقع في رجلي، قلت لها لا هو انا لسه هستنى لبكره، انت خضتيني قولي لي فيه ايه. ف يعني فضلت توطي في صوتها اكتر، وقالت لي اصل انا مش عايزه حد يسمعني في اوضه المدرسين. فانا دخلت بقى في مرحله اللطم وصوتي عالي وبقيت بعيط، يا لهوي الواد عمل ايه قولي لي. فقالت لي ايه، ابن حضرتك سرق. قلت لها سرق؟ سرق ايه؟ كان في اولى ابتدائي. قالت لي بجد والله العظيم كيس شيبسي من اللوكر بتاع صاحبه. والله العظيم القصه حصلت زي ما بحكيها لحضراتكم كده بالظبط، لا مزوده حرف ولا مقلله. قلت لها ايوه هو خد كيس شيبسي من اللوكر بتاع صاحبه، دي اسمها سرقه يعني؟ برضو عيل كل كيس من صاحبه يتوصم ان هو سرق؟ قالت لي يا فندم مش مقبول اللي يسرق حاجه صغيره زي اللي يسرق حاجه كبيره، واحنا بنعلم اولادنا. قلت لها طب ما تعلميه، ما ده دورك ان انت تفهميه يا حبيبي الكيس ده مش بتاعك، ده بتاع صاحبك. قالت لي لا البيت مهم برضو، ولازم حضرتك تعرفي الواقعة سرقه كيس شيبسي عشان تنبهيه. المهم ما دخلتش معاها في صفصطه خالص يعني اكتر من كده، واستنيت اما ابني رجع وسالته هو انت حبيبي كلت كيس شيبسي مش بتاعك؟ قال لي اه كان نفسي في الشيبسي. فلقيته قدامي قمت واخده. قلت له طب احنا ما بناخدش حاجه من مش بتاعتنا، يعني لما يبقى نفسك في حاجه قول لي وانا اشتريها لك واجيبها لك. طب انت عارف الكيس ده بتاع مين؟ قال لي لا ما اعرفش. قلت له طب انا هبعت معاك كذا كيس بكره يعني للفصل كله توزع عليهم، علشان يعني تبقى رجعت الحاجه لصاحبها، احنا مش عارفين مين صاحبها، فتبقى رجعت الحاجه لصاحبها، وبعد كده ما تاخدش حاجه مش بتاعتك. وفعلا ما عملهاش بعد كده والموضوع عدى. يعني مشكلتنا بقى اننا بنافور في المسميات وبنافور في وصم العيال بحاجات هم مش فاهمينها، يعني هم مش فاهمين هم بيعملوا ايه. فما مثلا خاله يوسع شويه ويقول حاجه ما حصلتش، فلازم نوصمه بقى بانه الواد كذاب، الواد بيكذب. لو خد حاجه مش بتاعته نقول اه الواد بيسرق، ده بيسرق، السرقه حرام هتروح النار. لو ضرب اخته نقول عليه ده عنيف، نوصمه بالعنف. والحقيقه ده اكبر غلط بنقع فيه كلنا، اننا نوصف عيالنا واولادنا بصفات مش فيهم حتى لو بيعملوها، يعني حتى لو بيضرب وحتى لو بياخد حاجه مش بتاعته وحتى لو بيقفلم، مش لازم نسميه انه كذاب او انه حرامي او انه مش عارفه عنيف او انه كده. احنا على الهوا مستنيين بقى اتصالات حضراتكم كده تشاركونا بمواقف مختلفه من مواقف تربيه الولاد، واحنا هنسال نتعامل ازاي مع كل موقف من مواقف اولادنا. مع نهى زهرة الكاتبه والباحثه في العلوم الانسانيه، اهلا بيكي يا نهى ومنوراني دايما. قولي بقى يعني لو شفتي موقف زي ده بيحصل المفروض تعملي ايه؟ لو انا شفت حد بيعمل كده قدامي، حد بياخد حاجه مش بتاعته في الطلبه يعني، لما بتواصل مع الام بقول لها في سبب ورا الموضوع، زي ما هو قال لازم نساله هو ان هو الشخص المعني، يعني احنا بنتعامل مع الطفل ككيان، فالكيان ده في حاجه كل تصرف بيعمله في ليه سبب وراه. فايه السبب وراه؟ زي ما سالتيه قال لك كان نفسي في الشيبسي، هو ممكن يكون السبب بسيط وسهل بالطريقه دي، فنفسه لقى قدامه كيس شيبسي فكلوه وخلاص، هو الموضوع بهذه البساطه. لما اتواصل مع الام اكلمها بالطريقه دي اللي هو يعني ممكن تكون لانها بتحصل في المدارس، بس بتحصل ان هو ياخد حاجه من اللانش بوكس ساندوتش مثلا من صاحبه. فلما بتروحي ورا الموضوع بتلاقي ان الام بتبعت معاه الحاجات السهله بالنسبه لها، تبعت معاه مثلا مربى، بتسبريد اي حاجه كده في الساندوتش وهو ما بياكلش مربى. فتبعت معاه ساندوتش مربى وهو ما بياكلش مربى، طب جعان بيضطر ياخد حاجه من صحابه. فدايما ان انا اخد حاجه من حاجه حد دي ممكن تكوني مثلا ابني
معوده على هيلثي لايف ستايل، وهو صحابه كلهم جايبين شيبسي وناجتس ومش عارفه ايه، فريفسه بتروح. فان انا بتبقى الاسباب كده، يا اما انا حطاه على نظام والمجتمع اللي هو فيه، المجتمع جوه المدرسه مجتمع تفاعلي، ايوه 80-90% ماشيين بنظام مختلف، فانا حرماه من ده، او ان انا بجيب له حاجات كتيره، حاجات على بعضها على بعضها، فهو ما عندوش احساس بقيمه الحاجه. احيانا انا في البيت اللي هو ايه، بفترض كام ان انا بجيب لابني كل حاجه عشان ما يبقاش محروم من حاجه، فلو عايز شيبسي اجيب له كراتين شيبسي، فبيطلع عنده احساس ما عندوش يعني احساس بقيمه الحاجه. فاذا لو لقيت شيبسي اكله، ما انا مرمي في كل يعني الافوره في الحرمان او في ان الحاجه متاحه.